طلبت منهم الدوائر العشوائيات، لان انا مهما كان هو شخص قبل ما يدخل الوزاره مع الجمعيات الاهليه اللي بتشرف على العشوائيات. رشد الله المشارك معانا في مجموعه من القوانين اللي وضعت للعداله الاجتماعيه واللي هتبقى تحت ايد البرلمان في خلال الفتره القادمه. ويبقى شرف كبير ان واحد من اللي يقروا هذه القوانين يكون عارف معانا النائب الذي شرف في الاعداد. ما تديش صوته لاي حد. ما تديش صوته للباطل. نحن نعاني. نحن نعاني. 40 سنه من السياسات الخاطئه. اللي جربوا عشان مش عايزين نخش في الجوانب مش مختلفين عنها. لكن من حقهم هم بقى لانه 60% من الشعب المصري اقل من 40 سنه يعني ده مستقبلهم، دي حياتهم مش حياتهم.